الفيديو مخدوم خادمها مع السيد وإنسان مصغر وصاحبي رجعته رب عائلة وعنده ذراري وزوالي خدمته خدمة شابة بارك الله فيكم استغليتوا الوضع اللي رانا فيه قفة رمضان الناس قاعدة تدي في قفة رمضان وقالوا رمضان ربع أيام استغليتوا الوضع وصح برافو يعني تشابو وصلتوها العباد عزيزي عليا يعني لي أمنوا. وهذه هي بعد اللي حاب نتكلم عليها في هذا الفيديو كما قال الفيديو راه مخدوم. إذن في هذه الحالة اللوم كريس ولا اللوم المتابعين الجزائريين خاصة. رح نبدأ بكريس. كريس إذا كانت قانا باللي التمثيل هو عبارة عن تغيير صوت الرجل إلى مرأة ف... يا جماعة فيديو مخدوم. حبيت نقول لك برك باللي التمثيل ماهوش مرأة، التمثيل ماهوش صوت مرأة، التمثيل ماهوش جنس، التمثيل ماهوش محصور في هذا المجال أنك تعيط لواحد. المقالب هناك يعني تبدع في حوايج بزاف، هناك أفكار كثيرة تضحك عليها، بس حبش تبقى في سيارة وتمثل تمثل طفلة. أخويا أنا إنسان موسوس نشوف كيما هكذا نفهم حوايج أخرى. على كل حال إذا كنت راضي بأنك تخنث روحك وتهضر باسم طفلة ودير التمثيل لازم يكون في علمك باللي الجزائريين عندهم ثقافة معينة. الشعب الجزائري شعب مسلم مش يكون في علمك بلاك انت ما على بالكش. الشعب الجزائري هذا ما مش كيما انت بلاك ما على بالكش باللي ما يقدروش يهضروا باسم طفلة ولا حتى يسمعوا صوت طفلة يعني طفل يدير صوت طفلة ويضحك. إذا كانت جاتك نورمال تهضر بصوت طفلة للناس وتعيط لهم بار تليفون العائلات الجزائرية ما همش متقبلينها، مش متقبلينها أصلا يعني من الأساس ما كانش هذه مش موجودة في مجتمعنا. كان هناك مناطق موجودة فيها ولكن الباقي ثقافة جزائرية على بالكم اللي ما فيهاش. هذه حاجة معناتها ما تقولش في روحك باللي أنت فنان لأنه أي إنسان يقدر يدير صوت طفلة ويضحك الناس، بس هذه أي تدخل في الأخلاق، تدخل في الأخلاق الإنسان. هذه حاجة. ثاني حاجة إذا كنت كريس هذاك ما عندك هواية هذاك ما عندك، هذاك ما حلبة البقرة كما نقولوا احنا، انك تبدل صوتك وتعيط الناس بار تليفون وخلاص فارغ شغل. انا نلومكش انت في هذه الحالة، ما نلومكش انت، علاه نلومكش انت؟ لانك قلت كلمة مليحة انه هذا الفيديو هو مخدوم. معناتها تقول بلي الضحية رقم 25، الضحية رقم 22، معناتها حسب ما نفهم انا اذا ما كنتش انا غبية راك تقول بلي الضحايا هذو كامل مخدومين، معناتها الناس موجودة معاهم وتحكي معاهم تقول بلي حنضحكوا. انا على بالي بلي فت في التلفزيون وهضرت وقلتش بصح ما قلتش بلي راهي مخدومه، قلت بلي هذا ضحايا حقيقيين. اوكي استغبيت الناس بصحتك، الناس اغبياء ما نلومكش انت، نلوم اغبياء لا يتبعوا فيك. ثاني حاجه اذا كان هذا حتقول لي بلي هذا الفيديو فقط هو الوحيد اللي تفهمت مع السيد باش على جال الحجر الصحي وباش نضيفوا له إيه باش تضيفوا لي دير حصه وقول بلي هذه راهي سكتش ضحكوا برك. ايه بصح الفيديو انا نشوف فيه انا بلي تضرب في صاحبك من الورا تقول اخويا صح راك تسكت فيه باش ما يضحكش باش ما يسمعكش السيد. هذه مولاش سكتش، هذا سكتش هو سيناريو، ما شفت حتى سيناريو مكتوب، ما شفت حتى سيناريو مكتوب. انا شفت حاجه غير اخلاقيه في الفيديو وهي انك استهزيت بقفه رمضان الانسان اللي راه يدي فيها، معناتها هذه قفه رمضان ولات حاجه يعني تمدوها بالمزيه يعني هكا وسط نظر الناس الزوالية واللي يحشموا بها لانك فضحتهم. هاي باينة بلي فيديو مخدوم يا جماعة، هاي باينة. واذا كانت مخدومة 100% معناتها اول حاجة كذبت على الناس، ثاني حاجة وضرت 5 دقائق من حياتي، انا فريمون وضرت 5 دقائق من حياتي بشيء تافه جدا. على قولكم جا هناك السيناريو قال نقدر نسميه سكتش، هذا ماهوش سكتش، هذا ماهوش سكتش، ما يضحك ما يبكي، ما يضحك ما يبكي. اذا واش نقول لك يا كريس، انت كجزائري من لومكش انك جزائري، هذاك هي الفكره تاعك، والفكره تاعك هي في انك تخنث بصوت طفله وتبعث التليفون، لانه عقليتنا احنا هي تليفون وصاحبتي، تليفون وصاحبتي ونحكيو. سي بور سا ولات لك حبيت تجرب انك تكون طفله وتحكي ترى وتجرب واش يديروا لك واش يهضروا معك. وكي ولات مخدومه معناتها اللوم حلوم الشعب الجزائري ولا المتابعين والمشاهدين اللي يتابعوا في الفيديوهات. ونقول لكم انتم اللي حبطتوا هذاك النيفو وانتم اللي طلعتوا هذ الناس كل مره تطلعوا لنا
طلعونا هذ المخنثين، طلعونا هذ الناس اللي راهم يديروا في واحد النوع تاع التمثيل تاع النساء ويخنثوا في روحهم. المهم انك توصل الفكره بلي هناك شذوذ في الجزائر، بان هناك مثاليه جنسيه في الجزائر. توصل لي بلي في الجزائر هو الراجل ولا كي المراه، سمراك متقنعوا في الناس بلي الناس هي تتحول جنسيا، راك متقنعوا في الناس الفكره الصهيونيه بلي المجتمع الجزائري المسلم هذا هو ولات عنده نورمال انه راجل يولي طفله ونورمال ولات فيها عقليه كيما هكذا. راكم انتم تشجعوا لهذه الحاجه، وخاصة بعد ما صار صوفيا في المغرب المثالية الجنسية، البروبلام صار في الفيديو، معناتها نشوف المغرب العربي هناك هجمة للمثالية الجنسية. وهذه المثالية الجنسية خوتي ما هيش مرض، راهي حاجة يخلقوها في الناس بسيشيكمو حتى تولي تحب هذاك الشيء. يعني أمين نقول لك واحد الصورة كيما هكذا، اللوم المتابعين اللي راهم يطلعوا في فيديوهات في الترند في الجزائر التفاهة، ومازالوا يطلعوا في التافهين، ما كرهناش من انه مافيا، ما كرهناش من فلان فلتان ماميدو والجماعه، وما زلتوا بك طلعونا في هذا النوع، ما زلتوا حاب تديرونا البوز بالتفاهه، ما زلتوا حاب تديرونا البوز بشيء ما يصلحش، لا ثقافة لا علم لا ضحك لا سكاتش لا حصة لا سيناريو لا والو. والناس اللي تخسر دراهم وتدير في السيناريو وتتعب وتدير في الحصص وسكاتشات حقيقية، مقالب حقيقية تستمتع بها، حتى المقلب هذاك تستمتع به صح فريمون لاكاليتي والسيناريو كيف مكتوب وهكذا، بس حباش واحد طونوبيل في التليفون تديروا ليه البازة خاوتي من بعد يعيش في النشرة ويعيش في التلفزيون ولا باس عليه، وانتم تضحكوا له برافو موهبة خارقة موهبة خارقة واش دار راهو تخنث وهضر في التليفون بصوت طفلة، سبحان الله. يعني طيرتوها البنات، يعني البنات ما يحكيوش كيما هكا، طيرتوها البنات وجوكم صحاح لدرجة كبيرة. انا نلوم غير الناس المتابعين هما اللي مازالوا يحبوا يطلعوا هذا النوع من المحتوى، نلومكم انتوما لوم جزائريين وماكمش حتى تغيروا بهذا الاسلوب، مازلتوا حابين تطلعوا فيديوهات الترند هذا التفاهة وهذا الاشخاص التافهين. مع كل احترامي لكريس وغيره لانه هو شاب جزائري هو راهو يدير في حاجة قانع بها، انا نلوم التافه والغبي اللي راهو يتبع فيه، التافه اللي راهو يضر في وقته باش يروح يتعلم اللغات البرمجه، باش يروح يتعلم اللغه الانجليزيه هي مستقبل. يعني صغير ولا كبير تروح تعلم البرمجه حتى اللي عندك مستقبل تخدم مواقع، تروح تخدم تتعلم فوتوشوب، تحل قناه يوتيوب وتحضر مواضيع ثقافيه علميه، تحل قناه يوتيوب وتربح من الدراهم وتجيب حاجه فيها الفايده. خليكم هذه مخنث وهذاك مخنث، ما يعني ما فكوناش خاساني من هي مخنث وزيدوا تخنثونا في هذا، يعني اللي يجيك ولي مخنث ولا كيفاه، زيدوا الفيلتر تاع سناب شات كامل مخنثين تاع نساء، كاش ما شتو انت الفيلتر تاع سناب شات فيه مثلا حوايج تاع رجله، بوكل بوكل تخنث بوكل يا ورده يا ارنب يا نوار يا، يعني سناب هذاك اللي خري يخنث في الناس هكذا وخلاص. يعني تخنيث في الابليكاسيون، تخنيث في المواقع، تخنيث في كل مكان، وحابين ذرا تفرضوها في المجتمع الجزائري بلي هناك مثاليه جنسيه ولازم من حقهم انهم يعيشوا ومن حق الراجل ان يولي كي المراه وهكذا. هذه افكار خليوها عندكم انتم، الجزائر ماهيش دائما نكررها، الجزائر 48 ولايه ماهيش العاصمه، الجزائر ماهيش بليده، الجزائر ماهيش تمرازت، الجزائر فيها من كل الثقافات، والثقافه الجزائريه ثقافه مسلمه. خاطيهم هاد الحوايج ما لا متقنعوش الناس بلي هناك مثاليه، ما تقنعوش الناس بلي هناك الناس من هذا النوع التافه، كاين ناس عندهم محتوى رائع جدا ما تصوروش الفايده تاعها. اذا هذا هو الموضوع اليوم، اذا عجبك دير لايك وبارطاجي الناس بكل خلي الناس تعرف، واذا ما عجبكش دير لايك واضغط ودير بارطاج الناس بكل باش تشوف الانتقادات تاعها. وهذه هي الجزائر، نحترم روحنا بصح في هذا الاطار راح رايحه ونخبطوا في الحيط، يعني ماهيش رايحه البعيد ونخبطوا في الحيط، يعني راحه وتكثر هذا المثاليه الجنسيه، راحه وتكثر هذا الكوتي تاع المخنثين، ما يشرح الخير تمام. اذا وصلنا لنهايه هذا الفيديو، ما عليكم فقط انكم تنزلوا اسفل الفيديو ديرونا كومونتير وتعطيونا رايكم في هذا الموضوع بكل احترام، خليونا خاوتي من السبان اعطيونا بكل احترام وشاركم في الموضوع، هل انتم ضد ام مع هذه الفكره او هذا الفيديو؟ اذا نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، سلام.